السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام وأحبائنا في كل مكان. أحباء برنامج صائد النجوم، النهاردة يوم جميل ويوم إن شاء الله بإذن الله حلقة مثيرة كالعادة، ملفات مهمة بتخص قطاع البراعم والناشئين في مصر، وأيضا أهم القضايا اللي على الساحة الرياضية في الفريق الأول ومنتخب مصر وكل ما يهم الرياضة المصرية. مهمتنا في الأول والآخر دايما بتكون نابعة من النبتة الصغيرة اللي بنشتغل عليها أولادنا أو البراعم والناشئين اللي موجودين في البلد وفي الوطن، اللي عايزين من خلال براعم والناشئين يبقى عندنا منتخب قوي، عندنا أندية قوية. ولكن أهم حاجة إن احنا نشتغل بضمير، وضمير حقيقي، مش ضمير إن احنا نطلع في التلفزيونات أو نطلع في الإعلام نتكلم كلام شعارات وخلاص. للأسف الشديد هو ده اللي بقى بيتصدر للناس من كتر كلمة السبوبة اللي بقت دايرة بعض الشخصيات الرياضية، وللأسف الشديد بعض الإعلاميين اللي بيطلعوا علينا وبيهلوا علينا من قنوات رياضية كبيرة. للأسف الشديد بنلاقي المردود من خلال البرامج دي إن الدنيا فاضية، بنلاقي المردود من خلال الأندية اللي بدأت تستثمر بقوة كبيرة جدا وللأسف بتعطي أسماء قطاعات ناشئينها لأفراد مش عارفين إذا كانت الأفراد هتقدر إن هي تحمل على عاتقها أبنائنا البراعم والناشئين في مصر إلى بر الأمان ولا لأ. عشان كده النهاردة قلنا يبقى في عندنا حلقة مختلفة شوية. انتشر من فترة كبيرة أكاديميات للأندية المصرية بشكل كبير في مصر، بقت نلاقي المقاولين ونلاقي مصر المقاصة، نلاقي أكاديميات النادي الأهلي، هتلاقي أكاديميات منتشرة في كل مكان. بس هل الأكاديميات بتاعت الأندية دي بيستثمر منها بشكل مختلف؟ هل الأكاديميات دي بتقدر تعوض الاختبارات اللي للأسف الشديد بنلاقي اختبارات كبيرة جدا لكل الأندية بال20,000 وبال25,000 بيترددوا على الأندية، ولاقي في المقابل إن ممكن ينجح 5 6؟ هل ده راجع لإيه؟ احنا قلنا لازم يبقى في ضبط قوي جدا على احد الانديه وهو نادي المقاولين العرب، احد انديه القمه في مصر والانديه اللي ليها تاريخ كبير جدا في مصر واللي بيعد ليها كمان جماهيريه كبيره واللي بيعد ليها ايضا قامات كبيره في الرياضه المصريه سواء مدربين واداريين. نادي المقاولين العرب هو ذئاب الجبل في مصر، تحدى الاهلي وتحدى الزمالك في انديه كتير وبطولات كتير، كاس مصر وافريقيا ودوري كمان. عشان كده قلنا لازم يبقى في معانا النهارده ضيوف ليها ثقل كبيره جدا، لعبت من اول ما بدات في البلاستيك لغايه ما بدات في نادي المقاولين، واشتغلت في نادي المقاولين وبقى ليها باع كبير جدا في نادي المقاولين العرب. من خلال لقائنا النهارده هنحط ايدينا على نقط مهمه جدا جدا، في المقام الاول بتهم اولياء الامور، وفي المقام الثاني وهو الاهم ايضا وهي بتهم ولادنا والنبتة اللي احنا بنشتغل عليها في ظل انتشار الرياضة المصرية. ولكن للأسف الشديد انتشار الرياضة المصرية في بقاع كرة كتير جدا جدا جدا، ولكن مهملة بعدم الرعاية وعدم المتابعة، وكله بيشتغل دلوقتي في أكاديميات. عشان ما اطولش على السادة المشاهدين، معانا النهاردة ضيوفنا المحترمين. هنبدأ من على اليمين، كابتن احمد عطيه اللي بيشرفنا ومنورنا لاول مره. كابتن احمد عطيه مدير اكاديميه نادي المقاولين العرب فرع السلام، اهلا وسهلا بيك كابتن احمد. كابتن حاتم اهلا وسهلا يا فندم، برحب بيك النهارده معانا وان شاء الله باذن الله ما اكونش اخر مره. حاجه محترمه كابتن احمد عطيه، متواصل مع نادي المقاولين ليس في الفرع فقط، ولكن كان في المواسم السابقه كان متواجد في نادي المقاولين وليه افرع، والسنه دي بقى خط خطوه كبيره جدا باستقطاب احد رجال المقاولين العرب الكبار اللي لعبوا كوره واللي اشتغلوا كوره ودلوقتي ومسكوا رئاسه قطاع ناشئين في نادي المقاولين العرب. بنرحب معانا النهارده بالتاريخ الكبير كابتن وكباتن مصر كابتن محمد عبد الحميد، رجل المقاولون العرب وصاحب الصوت وصاحب الاحترام والذوق. برحب النهارده بالكابتن محمد عبد الحميد معانا النهارده في صائد النجوم، اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا بيك كابتن حاتم واهلا بالقناه، وان شاء الله يكون حلقه كويسه ومفيده لكل الناس باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ده اللي بنتمناه دايما ودايما اللي بنشتغل عليه، ان احنا صدقونا والله العظيم احنا بنطلع فعلا، مش عايز احلف، لكن وبنحاول نوصل صوتنا للناس، بنحاول ان احنا نقول للناس كلمه الحق، بنحاول لما يكون في قضيه نعرضها بشكل محترم، لا بنهين حد ولا بنقصد ان احنا نظهر سوء حد رغم ان هو سيء، ولكن ما بنحبش نظهره او نظهره، لان احنا في الاول وفي الاخر بنتعلم من دمنا. يعني حتى لو في عندك بلوى استر نفسك عشان تقدر ان انت
تعيش وسط المصريين وتعيش في وسط مجتمع بيلائم. حاول ان انت ما تكذبش، حاول ان انت تبقى صادق مع نفسك، حاول تبقى صادق مع الولد الصغير. اذا كان ولد موهوب قول له انت موهوب واشتغل عليه، اذا كان ولد بعيد عن الكوره قول له لا مارس هواية تانية، إذا كان هو في حاجة تقصير معين في شيء معين حاول تشتغل عليه. لكن مش كلهم لعيبة كورة، مش كلهم محمد صلاح، مش كلهم النني، مش كلهم هيبقوا نجوم العالم. حاول تبقى صريح مع ولي الأمر اللي قاعد بيتشبث بحلم معين، ممكن يبقى ابنه مش كروي، أنت بتولد عند ابنك إن هو يبقى كروي وإنه عالمي وهو للأسف الشديد بعيد عن الكورة. في حاجات كتير جدا وألعاب فردية موجودة، ولكن انطباعنا على محمد صلاح إن بقت مصر كلها محمد صلاح ونسيوا السباحة ونسيوا كل الألعاب الفردية اللي للأسف الشديد عندنا أولادنا ممكن يبقوا أبطال بس إحنا بعيد عن الحتة دي. كابتن أحمد، تجربة المقاولين العرب بالنسبة لك قوية جدا وإن أنت تبقى متواجد فيها، بس اسمح لي إن إحنا دايما بنحط في الحوار بتاعنا حاجات معينة بنديها حقوقها لبعض. هبتدي بالكابتن محمد عبد الحميد بعد إذن حضرتك. هبتدي بالكابتن محمد عبد الحميد. كابتن محمد عبد الحميد تاريخ كبير جدا جدا في المقاولين العرب. موضوع المقاولين ملف كبير. عايزين حضرتك بداية قطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب اللي كنا الأول بيجي ولاده يخش على الفريق الأول. إيه اللي خلى نادي المقاولين دلوقتي يسعى في الاستثمار، يسعى لانتشار الأكاديميات بشكل كبير في كل المحافظات؟ هل احتياجه للمادة ولا تفكير قطاع الناشئين دلوقتي؟ لا، هو مش بالظبط كده يا استاذ عادل. هو نادي المقاولين لجأ للاكاديميات كمشروع على اساس ان فعلا زي ما انت قلت يمكن في بدايه المقدمه ان الناس بتجيلنا 15000 و20000 في الاختبارات، فكل واحد بينزل يلعب 10 دقائق ربع ساعه وخلاص، ما تقدرش تحكم عليه كويس. الاكاديميات مفيده بان انت في متابعه، في مدربين اكفاء لازم موجودين، ومفيش اكاديميه بتفتح الا لما بناخد السيفيهات بتاعه المدربين اللي بتشتغل اصلا في الاكاديميات. تمام. وبنشوفها فبتنتقي افضل الناس، وخاصه ان انت خدت محمد صلاح فعلا من طنطا وهو كان عامل اختبارات واول اخره ومشي من طنطا ورجع تاني طنطا، فشفناه مره تانيه خدناه ودلوقتي ربنا كرمه بقى كده. هو الناس طمعانه وعشمانه، لكن للاسف اللي يشتغل في المجال ده ومع الاولاد الصغيرين دول لازم يكون ذو موهبه خاصه، مش لعيب كره فقط. لعيب كره للاسف اغلب اللعيبه بتبطل وتبقى مدربين حتى لو اخذت شهاده، هو بياخد رخصه وخلاص. انما هو التعامل وكيفية التعامل والأخر. يمكن من فترة أنا قريت في الأهرام جايبين محمد صلاح والمدرب بتاعه وهو واخده في حضنه وماشي بيه وبتاع، ده سلوك الولد النهاردة بيبص المدرب أو بيبص لي أنا كمدرب على أني أنا المثل الأعلى بالنسبة له. فإذا كنت أنا مش هتعامل معاه بحب وأفهمه كل حاجة كبيرة وصغيرة واحاول اكرر له تكرار تكرار تكرار، عمر الولد ما هيتعلم ولا هيبقى كويس. زي ما ناس كتير او مدرسين بيخش يقولوا الحصه ملوش دخل. تمام. الاكاديميات انتشرت يمكن في الانديه، احنا عندنا يعني عندنا بمعنى صح ان 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 في ناس بتيجي وتبص وتشوف والاخر والكلام ده، وبيشوفوا اللعيبه الكويسه وعلى مدار السنه الاولاد بيروح النادي مرة واثنين وثلاثة وخمسة على أساس اللي بيتقدم فنيا بياخدوه في النادي وبنضم للنادي، اللي لسه شوية احنا بنقوله لسه شوية، لأنه واضح جدا المستوى الفارق اللي ما بينه وما بين الراجل اللي متربي في النادي بقاله فترة أو سنتين وثلاثة وأربعة. تمام. كابتن أحمد، برضو هرجع لكابتن أحمد عطية، كابتن محمد حميد، في جزئية معينة مهمة جدا، ولكن دي مش أول سابقة ليك في نادي المقاولين العرب إن افتح فرع السلام، ولكن كنت السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها شغال. تركيزك في نادي المقاولين شايف إن هو حمل كبير إنك بتحمل على عاتقك نادي المقاولين العرب، أكاديمية فيها التزام معين زي ما اتكلم كابتن عبد الحميد وسيفيهات معينة. لما تقدمت هل فعلا اتكشف عن كابتن أحمد عبد الحميد وشغل كابتن أحمد عطية وشغله، هل هيقدر إن هو يشيل الأكاديمية؟ هل إن هو هيقدر إن هو يستقطب لعيبة يشتغل؟ ده الفكر اول ما تقدمت لنادي المقاولين، ايه اللي حصل بالظبط؟ اول ما تقدمت طبعا رحت للكابتن محمد، كان هو ماسك مدير الاكاديميات، اطلع الورق بتاعي
والسيفات بتاعته والشهادات، وكان معايا سيادة كابتن مختار، فقدمنا فرع الشروق وربنا كرم لما اشتغلنا على مدار السنة. كان عندنا جزء لعيبة قدمناهم لقطاع الناشئين، ولد 2005 ولد 2007، وبدأنا نشتغل. جت خلصت السنة بتاع الشروق، فقدمت على السنة، قدمت على السلام، فربنا أكرمني طبعا بالكابتن محمد. الكابتن محمد طبعا قيمة وقامة، يعني لو قعدنا نتكلم بكرة مش طبعا هنتبقى طبعا كابتن طبعا محمد. طبعا فاشتغلنا في السلام. طبعا المقاولين لما بتروح تشتغل عنده بيقول لك انا اهم حاجه عندي المدربين اللي انت هتجيبها ايه. كويس. يعني مش خلاص افتح اكاديميه خلاص امد الورق روح افتح بكره، لا بيقول لك انا عايز الورق بتاع المدربين كلهم اللي عندك، لعب فين، درس لحد فين، اتعلم لحد فين، عشان كل سن في الاولاد المدرب بتاعك تعرف تحطه في طب انت مكانه. هل لما بتقدم بقى السي في وبيجي مثلا مقاولين، هل تم فعلا ان هو قال لك لا المدرب ده ممكن سي في قليل، لا يا كابتن احمد ممكن نستبعده ممكن حد، ولا انت بتبقى قبل ما تروح للمقاولين بتبقى عارف ان المدربين دول هيتوافق عليهم بنسبه للشروط بتاعتهم والشكل انا بتاعهم؟ قبل ما اروح النادي طبعا بجيب المدربين بتاعتي، بنشوف شغلهم ايه، اشتغل فين قبل كده، تمام. يعني تفكيره في ايه، هل المدرب ده عايز يكبر ولا عايز يجي مثلا خلاص بقى كاسم مقاولين واكاديميه، طبعا عشان خاطر ايه اه طبعا. انا شغال في المقاولين او اه في المدرب في السي في المقاولين. بتاعه يتحط هو المستفاد. طبعا هو مستفيد جدا كاسما. كويس. فطبعا قبل ما اروح النادي طبعا باخد الورق كله بتاع المدربين كلهم بودهم للنادي. في يعني انا ربنا كرمني في الفرق بتاع السلام ده، طبعا معايا الكابتن تامر زكري نجم الاهلي. اه طبعا. طبعا الكابتن تامر طبعا غنى تعريف، من الناس المحترمه جدا في شغلها، بيراعي ربنا جدا. معايا الكابتن محمد زكري، معايا الكابتن محمد عبد الله ماسك الفريق الكبير، معايا كابتن كريم حاليا هو حارس مرمى نادي البلاستيك كويس. ولاعب منتخب مصر خماسي حارس مرمى، معايا كابتن وائل ماسك البراعم الصغيرين ما شاء الله عليه، ومعايا كابتن كاستيلو ماسك 2009، يعني معايا كابتن عبد الباسط ماسك 7 و8. فانا ربنا كرمني بمجموعه يعني مدربين. عندك الأعمار السنية لازم لكل مدرب عمر طبعا سن معين بيشتغل معاه طبعا محدد معاه، طبقا لكمان ان في اكيد طبعا كابتن محمد ان في نماذج تدريبية على مدار الشهر بيبقى عندنا اليوم ده في تدريب معين بتبقى حضرتك متفق عليه، ولا هو كل مدرب بيشتغل حسب فكره؟ لا، هو انا اول ما اتكلمنا يمكن برضو كان تامر موجود، لانه كان تامر في الملعب وانا ببقى من بره الملعب او احيانا بنزل الملعب واتكلم مع الاولاد ان لو سمحت انا عايز عمليه تعليميه مش عمليه تدريبيه. تعليمية، تعليميه يعني حتى لو الولد ده موهوب او لعيب كرة. ايا كان، انت هو في وسط مجموعه في اغلبهم يعني بيلعب، كان بيلعب في الشارع بيلعب في المدرسه بيلعب تمام كده وبتاع، بالذات في الاعمار الصغيره بتقول له انا عاوز المرحله بتاعتك ان شاء الله تاخد شهر في مهاره واحده، بس المهم ان انا عايز المرحله دي تعدي والولد يكون يتعلم على الاقل 50 60% من التدريبات بتاعتك اللي انت بتعملها، انما هشتغل جري وهشتغل تمرينات وهشتغل. وللاسف للاسف حتى في الانديه النهارده عيل بيبقى عنده 10 سنين و9 سنين و8 سنين و7 سنين ويقول له اعمل اطاله واعمل ستريتش واعمل مش عارف ايه، وكل ده اصابات بتيجي مستقبلا مش دلوقتي. دلوقتي، لان ده كله غضاريف وما بيشتغلش في الكلام ده، ده حاجه علميه ومعروف، انما اجي اعمل الولد كده عنده 9 سنين و10 سنين و11 سنه صعب. دمار الولد ده دمار مستقبلا كمان، يعني كويس. ممكن حتى لما يكبر ممكن مش دلوقتي الاصابه تجيله لكن ممكن تجيله بعد كده. فلكن اتفاقي مع المدربين يعني لو سمحتوا يا جماعة أنا عايز شغلي يبقى كله شغل تعليمي مش شغل كده، حتى لو هلعب ماتشات ما تخافش وقف الولد وحفظه مركزه واتغلب. طيب تمام. مهم جدا ان يكون في الاكاديميات عموما، مش لازم نقول حتى في الانديه، ان يبقى عندنا قامه كبيره، قامه محترمه عارفه يعني ايه كوره، عارفه يعني ايه تفيد. يعني لما يكون عندنا كابتن محمد عبد الحميد في فرع او في اكاديميه معينه حتى لو مش مقاولين العرب، دي قمه الاستفاده، لان انت هنا في خبرات كبيره على مستوى سنين. قاعد الكابتن محمد يقول لك لا انا خدت منه كلمه دلوقتي مهمه جدا ووصلها لاولياء الامور اللي بيبقى قاعدين بره وشايفين ولادهم، ان في حد جوه عارف الاصابه ممكن تيجي للولد على نتيجه ايه، او عارف ان ايه الصح اللي تعمل في السن ده. برضو دي كلمه من الكابتن محمد عبد الحميد، انك ما تستعجلش على ابنك انه يكون في يوم وليله، من يوم وليله انه يكون نجم. في تقرير طبعا كنا رحنا صورناه في نادي اكاديميه المقاولين العرب فرع السلام، هنشوف التقرير ونشوف اللعيبه ونشوف المدربين ونشوف كمان ازاي يتكلموا عليه وازاي ان هم بانوا بالشكل الكويس، ونشوف الملعب اللي بيتلعب عليه وازاي اختاروا مقاولين العرب ان يكون في ملعب بالشكل المحترم دوت ويكون في قوه
كمان الضيوف اللي جت حاجه محترمه جدا. هنطلع للتقرير نشوف التقرير اللي خاص بمواليد العرب فرع السلام، ونرجع لحضراتكم مره تانيه. جانا لحضراتكم مره تانيه، طبعا كلام مهم جدا. يمكن احنا كنا بنتكلم في حاجه ودخل كابتن جمال سالم في كلمه مهمه قوي، ان فعلا بيتردد على كل الانديه وليس فقط المواليد العرب، بيطرح على كل الانديه الافات مؤلفه من الاختبارات، ولكن الاختبارات ما بيخشش غير 5 6. كان كابتن جمال بصراحة قال لي كلمة، ولكن هخلي كابتن محمد عبد الحميد هو اللي يحللها لي كويس. ان هو قال انا هتكلم عن نفسي. هو احنا هنا لما بنيجي نتكلم كابتن محمد عبد الحميد، بنتكلم عن انفسنا جوه المنظومة ولا بنتكلم على المنظومة كاملة؟ المنظومة كاملة طبعا، اكيد لازم اتكلم عن المنظومة كاملة. ويمكن حتة انك تدي وقت او ما تديش وقت دي بتبقى مسؤولية الراجل الكبير اللي هو رئيس القطاع. رئيس القطاع. وفي اجتماعات بيقعد بيقول 1 2 3 4، الحاجات دي لازم تتنفذ. وجمال بيبقى مشرف، او محمد او حسن او احمد مشرف في لجنه، وهو اللي شايف هل الولاد دول خدوا حقهم او ما خدوش حقهم. لكن لازم يبقى في وقت محدد من رئيس القطاع، فبيقول ربع ساعه تلت ساعه هو ده الوقت. لكن انا ما لعبش الواد 10 دقايق ويطلع، او 15 دقيقه ويطلع وهو ما لمس الكره ولا مره، لان في الاختبارات دي كل واحد عايز يمسك الكره بياخدها لنفسه ويجري. زي ما بقول لك هو كده الاختبارات دي يعني مش هتاخد منها 5 6 برضه. يعني انت يمكن بيتقال 5 6 لعيبه ويتقال لك، لكن انا بقول لك مش هتاخد منها 5 6، لان هو بيقيسه على اللعيبه اللي عنده. تمام. لما بيقيسه على اللعيبه اللي عنده صعب، لكن لو واحد 7% 7 من 10 وفي واللعيب اللي عنده 9 من 10، طب ما اللعيب اللي 7 من 10 ده ممكن يجيب دول مع وجوده في وسط الفرقه ومع التدريب ومع يعدي الناس. لكن انا ما بفكرش في كده. النهارده بيبقى في لعيب كويس في فرقه الدنيا كلها بتتقال عليه ده فلان ده فلان ده فلان، رغم ان بعد كده بيزيد المستوى بالنسبه لزمايله اللي بعديه، بيزيد بيعلو بيبقوا افضل منه بعد كده مستقبلا. طب الالفات اللي حضرتك بتتكلم عليها في ظل ولد بيلعب 10 دقائق وممكن النهارده مش يومه، ممكن نقول مثلا ايه، هو جاي يختبر، ابوه توفى، مامته توفت، عنده حاله نفسيه معينه، عنده اي حاجه، وجيه يختبر في وسط كل الناس دي، عنده رهبه من كم الاشخاص اللي موجوده قدامه اللي هو ممكن ما يكونش عارفهم، بس شايف ناس تقيله قاعده بتتفرج عليه. هو ده. هل هو ده يا كابتن محمد هيخلي الولد في 10 دقائق يظهر؟ لا، ما انا بقول لك عشان كده هو يعني لازم تتعدل شويه الامور. ومش الوقت بس، يعني لازم الولد يعني رايح اختبارات يعني باخد فرصه واثنين وثلاثه، ايا كانت بقى الفرصه، بس اخد فرصه واثنين وثلاثه، الا اللي ما فيش خالص يعني بالظبط. انما ما اروح من اول مره وامشي من اول مره بتبقى صعبه جدا، لان انت كل يوم، ودي مشكله ان يعني احنا عندنا في النادي ما بيجيلكش اقل من 15 20 الف، فبيجي لك كل يوم 1000 وشويه. ال 1000 وشويه ده عشان المدربين يقعد من الساعه 9 الصبح او 8:30 الصبح للساعه 6 في الملعب، هو نفسه ما بقاش عنده تركيز وما بقاش حاضر لكل صعب. فلازم الولد ياخد فرصه مره واثنين عشان يقدر. فعشان كده موضوع الاكاديميات ده يمكن احنا بنتكلم فيه، ان هو عنده فرصه يتمرن، وعنده فرصه يطور من نفسه مع المدرب الموجود معاه، وعنده فرصه انه يتاخد بناء عن اللجنه اللي بتيجي وتشوف، او احنا بنوصله النادي ونقول لهم الراجل ده كويس. كابتن احمد، كابتن محمد عبد الحميد كالعاده الصوت القوي والصريح جدا جدا، واتكلم في مفهوم اكيد اولياء الامور كده عرفوا واتضح ليهم ان الاختبارات ازاي بتقام وازاي الشكل بتاعها. طبعا ما بيذمش حد او بيعلي من حد اكتر من شانه، ولكن الصراحه دايما والمصداقيه هي اللي بتوصلنا او بتوصل لاولياء الامور عن طريق ان انت مجرد ابنك مش 3% هوب اروح بقى من الصعيد او الشرقيه او الغربيه واروح بقى المقاولين او اروح اي نادي تاني وادفع بال 50 جنيه او ادفع بال 60 جنيه او ادفع بال 100 جنيه اختبارات، وفي الاخر اصدم ان ابني ما اتقبلش. لا، هو انت لازم تتوقع ان ابنك مش هيتقبل، لازم تتوقع ده، لان غصب عن الظروف نفسها، غصب عن الموقف نفسه. هنا اثار كابتن محمد عبد الحميد حاجه مهمه قوي، دور الاكاديميات ان هي تعوض موضوع الاختبارات. هل انت لو عندك ولد وعدى 50% او 60% او 70% وشايف ان هو وجوده في النادي بعد كده هيزيد، تدريبات النادي اكيد بتختلف عن الاكاديميه طبعا. طيب لما بيجي عندك ولي امر يا كابتن احمد ويقول لك ويتكلم معاك ويقول لك هو مستوى ابني عامل ازاي، هل كلامك مع ولي الامر بيبقى صراحه
لا هو لسه عايش شويه ولا ابنك بقى نجم؟ لان ردك هيدخلك في سؤال تاني، هل هو في الوقت ده بردك على ولي الامر بيكون لا هو لسه عايز شغل تاني عشان يفضل معاك في الاكاديميه ويدفع لك اخر الشهر، ولا هو بتقول كده فعلا عشان لسه؟ لان ردك لو مستواه جامد طب ليه ما بيروحش نادي يا كابتن احمد؟ بترد تقول له ايه؟ والله انا بيجي ناس كتير قبل الامور، انا عندي يعني بيقول لي يا كابتن يعني في ناس بتبقى مستعجله قوي على عيالها قوي، كويس يعني مثلا يقول داخل النهارده عايز بكره عايز بكره يبقى في محمد صلاح، تمام يعني هو ملوش دعوه عايز ابنه يبقى لعيب كويس. فانا باجي اتكلم معاه بقول له طب بص احنا هنسيبه للمدرب والمدرب هيقيمه واخر التمرينه وهنشوفه، لما يجي حد جديد بقول له ان ابنك احكم لك عليه كمان شهرين، كويس يعني هياخد على الفرقه هياخد على المدرب هياخد على فكر المدرب بتاعه هياخد على زمايله، ويبدا الولد الرهبه بتاعته هتروح هيبدا يلعب مرتاح، انما لو خدت من اول تمرينه برضو اداء الاختبارات ممكن الواد يبقى حلو جدا ومش يوم اليوم ده، كويس. فاحنا بنده شهرين. والله بقول كويس معانا، بقول لابنك كويس بس ابنك عايز شويه شغل، عايز بالظبط ينام بدري عايز ياكل كويس عايز يتغذى عايز يخس، يعني احنا بنديله كل حاجه. يعني انت الحاجات دي بتتعامل بيها في اه الاكاديميه بتعمل خلاف الكوره؟ انا معايا دكتور، كويس اه معايا دكتور في الاكاديميه وعامل نظام غذائي للي عايز للاعب اللي عايز يخس واللاعب اللي عايز يزيد، ومديها للناس كلها، يعني ما فيش عندي حد في الاكاديميه مش واخد النظام الغذائي. كويس فانا كلامي على النص صريح جدا، وبتيجي اللجنه الفنيه ان انا طبعا معايا كابتن محمد، يعني عايزين حلقات كتير جدا عشان نتكلم عليه. طبعا. يعني لما اجي اكلم كابتن وسري بيقول لي يا كابتن احمد اللي كابتن محمد يقول عليه كويس اتهوله تعالى، يعني يمكن انا الفرق الوحيد على مستوى كل الفرق المقاولين العرب اللي انا عندي اسم وقامه كبير جدا عندي في الفرع كابتن محمد عبد الحميد. هو احنا النقطة دي لازم هتكلم مع كابتن محمد عبد الحميد فيها، بس برضه هيبقى في معانا تقرير عشان ما يجهزه لنا بس استاذ احمد خاص بدوري صعود النجوم والانتشار والقوة اللي فيها خلال الفترة اللي فاتت وخلاص قرب على النهاية. السؤال ده انا هسأله كابتن محمد عبد الحميد، ولكن طبعا لما مخرجنا يظبط لنا التقرير الخاص بدوري صعود النجوم عن حاجة مهمة قوي يا كابتن محمد. طبعا الكورة في مصر دلوقتي بقت تعتمد على العلاقات، تعتمد جدا على العلاقات الكبيره، ولكن انت ما بتستخدمش علاقاتك علشان انت معروف في الكره المصريه، ولكن بتستخدمها عشان ضميرك. هنطلع للتقرير المصور لدوري صعود النجوم ونرجع لحضراتكم عشان في اسئله مهمه جدا لضيوفنا، نرجع نطلع للتقرير ونرجع مع ضيوفنا الكرام. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه طبعا في السؤال المهم اللي كل الساده المشاهدين مستنيينه. طبعا بس لازم انوه عن حاجه مهمه، ان في تقرير تاني بخصوص فرع السلام لنادي المقاولين العرب في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله هنعرضه، المدربين واولياء الامور هنعرضه طبعا عشان دي الوقت بتاعنا، وايضا في تقرير لصعود النجوم ان شاء الله باذن الله في الحلقه اللي جايه هنعرضه، واهداف مهمه جدا. السؤال المهم اللي عايز اساله كابتن محمد عبد الحميد هو نادي المقاولين العرب هل هو بيقول للاكاديميات عندهم هناك ان ولادنا ما يطلعوش بره، انا عندي موهبه معينه، طب الفرض انا دلوقتي في عندي مواهب مش موهبه واحده في النادي في الفرع، ونادي المقاولين مكتفي باللعيبه او ما عندوش او يعني مش عايز يضم حد تاني دلوقتي لان عنده لعيبه خلاص ملت القايمه وكده، هل انت دلوقتي حضرتك بالعلاقات المعروفه والعلاقات المشهوره جدا جدا ليك في مصر، طبعا مش علاقات ان انت هتودي حد مش لعيب لان انت راجل لعيب كوره فعمرك ما هتودي حد مش لعيب كوره، هل بيتيح ان انت ممكن تودي اي انديه تانية؟ هو في البداية احنا قلنا الأولوية لنادي المقاولين، تمام، يعني إذا لعيب كويس يبقى الأولوية أنا أوديه نادي المقاولين، نادي المقاولين مش عايزه أو مفيش مكان ليه أو هو أقل مستوى من اللي عنده خلاص بوديه أي حتة تانية برضه بالعلاقة، إن منتصف بفلان في لعيب كويس سنه كذا في لعيب كويس سنه كذا بوديه، تمام، لأن أنا مش مدرس ولا بتاع هفضل أدي في مواد، أنا شايف إن هو ممكن يزيد ممكن يبقى كويس ممكن يبقى لو دخل في وسط فرقه افضل من انه يتمرن تمرين فقط، فعشان كده يمكن حتى السنه دي يمكن لسه احنا بادئين وكده والمدربين هايبين الموقف ان احنا دخلنا نلعب دوري، قلت لهم العب دوري عشان الولد يحتك ويعرف انه هو المفروض يبقى 1 2 3 4 ويبقى عارف انه لما يروح النادي ده لازم يبقى كذا 1 2 و3 و4 لانه يتغلب، ما عندكش حاجه اسمها وكل الولاد تلعب دوري، يعني انتوا عاملين دوري الاكاديميات جوه النادي؟ لا دوري خارجي، دوري خارجي يعني احنا هنشترك بيهم دوري خارجي، اه يعني يلعبوا في دوري خارجي يعني يلعبوا في القاهره مثلا، يعني دوري قدام اهلي يلعبوا في الدوري الخارجي على اساس انه يحتكوا
بنفس اللبس بتاع المقاولين نفس بلبس الطقم. المقاولين زي تمام المقاولين بكل تمام حاجة، بس يحتكوا ويعرفوا وضعهم ايه ويعرفوا مستواهم ايه، واحنا وصلنا لفين في خلال الاربع طب خمس في شهور التوقيت دول. ده لما يكون بتلاعب مثلا النادي الاهلي وفي لعيب عجبهم وعايزين ياخدوه، هل دلوقتي في معارضة برضه لنادي المقاولين؟ الأولوية للمقاولين، لو المقاولين مش واحد عايزه. المقاولين طب المقاولين بقى ما مش مش عايزه. عايزه يروح أي مكان تاني، كويس. أي مكان تاني ما عنديش مشكلة خالص، طب وأنا هل ممكن طب أوديه بنفسي يعني، مش شرط، لأن كويس النهاردة أنت بتتعامل مع خامة أو مع برعم صغير هو عايز يبقى كويس. طب هل بقى معلش يعني شكليا كده مثلا انا عندي اكاديميه وفيها مثلا 100 لعيب، هل في ال 100 لعيب دول في جميع الاعمار السنيه طول الموسم هل ما طلعش عندي لعيب يا كابتن محمد انا شايفه موهوب اقدر اسعى حتى كتسويق للاكاديميه حتى كشكل ان انا بخرج من عندي لعيبه؟ هل بتبقى صعبه شويه ان انت طول السنه ما عندكش لعيب طلع؟ هو ده التخطيط اللي بيبقى موجود اصلا. يعني انا السنه دي عندي فرقه مثلا 2002 2003 2001 عندي 25 لعيب مقيدين من السنه اللي فاتت. تمام. لو في عندي 2 3 همشيهم، هعمل الاختبارات واشوف الاكاديميات واول اخره، وممكن يجي لي لعيبه من انديه تانيه تنضم ليا على اساس ان ناخد الثلاثه اللي هم انا همشيهم وحط مطرحها. تمام. فدي بتبقى موقف صعب جدا بالنسبه للمدرب او للنادي. انما انت النهارده بتقول انا انتقيت واحد زي ما اتقال دلوقتي محمد صلاح، جه محمد صلاح جاي في وسط مجموعه كبيره قوي، وكان هو في الفرقه بتاعته زيه زي اي حد، تمام لكن في لعيبه يعني الفرقه دي بالذات يمكن اغلبهم لعبوا دوري ممتاز. الفرقه بتاعت محمد اغلبهم دوري ممتاز. هو خط وربنا كرمه وساعده فيه المهندس شريف حبيب اللي كان ماسك ساعتها في الوقت دون، وساعدوه وربنا كرمه والامور. محمد صلاح في الفترة دي يا كابتن مر على كام مدرب؟ يعني حوالي 6 مدربين. 6 مدربين. اه اسماء المدربين لان انا بسمع اقول كتير كل واحد في المقاولين بيقول انا ضربت محمد صلاح يعني ضربت في محمد صلاح. عبد الفتاح عباس يمكن محدش يعرفه، بس هو راجل من الناس كده وسافر افريقيا وكان ماسك منتخب النسائي وشعلة وكابتن كمونة وحمدي نوح كابتن سنة حمونة وسعيد الشيشيني، دول مرنوا دول الفرقة دي المدربين اللي محمد صلاح مر عليهم في خلال الفترة اللي كان موجود فيها في نادي خلال فترة، المقاولين. وأنا كنت ساعتها مدير فني وبعدين بدأت رئيس القطاع السنة الأخرانية. وأول مدرب لعبه دوري ممتاز كان عنده 16 سنة إلا 3 شهور 16 سنة إلا إلا 3 شهور. 3 أشهر، يعني أنا لحد دلوقتي فاكر الوقت. خدوا الكابتن رضوان اتمرن معاه وراح لعبه أول مباراة لعبها إم بي في إم بي دوري تمام ممتاز. كابتن احمد، طبعا لما تتقدم لاي نادي عشان تاخد اكاديميه اكيد بيبقى عندك سي تجاري وبطاقه ضريبيه وانت بتشتغل بيها كشركه تسويق رياضي. تمام. انت فعلا ده جهزت الورق لان انت ممكن دلوقتي مطالب ان انت في ولد عندك هيسافر بره او ولد عندك انت هتشغله يعني هتطلعه في نادي، هل دي بتبقى اجراءات قانونيه ولا حضرتك بتشتغل ازاي؟ هو فعلا الطبيعي خلاص احنا خدنا الترخيص بتاعتنا بازل للتسويق الرياضي وتسويق اللاعبين، مؤسسة بازل بازل للتسويق الرياضي وتسويق اللاعبين والمعسكرات الخارجيه، خلاص معانا موافقه امنيه طبعا دي ما بتجيش بالسهل طبعا. يعني هل دلوقتي انت الاكاديميه ممكن تطلع تعمل معسكر خاص في بيكو اي انتوا على حسابكم انتوا على حساب الشركه في مكان معين، او بطوله مثلا في شرم الشيخ، بطوله في الغردقه، فتره معايشه بره خارج مصر؟ في اي مكان احنا معانا موافقه في اي مكان، يعني انا لو عندي لعيب احنا دلوقتي فتحنا خط اتصال منه بين تايلاند كويس جدا من سن 2000 لحد 9 لحد 96 كويس اللعيب المميز اللي الكابتن محمد يشوفه يقول عليه اوكي ده تمام على طول هنسافر على طول تايلاند على طول في خلال شهر يكون مدى عقدي هناك ان شاء الله دي متاحه ان انت ممكن ان شاء من الله. خلال يعني حتى لو في معارضه مثلا يعني من نادي المقاولين ده اللعيب ده الاكاديمي بتاعه، هل من خلال الشركه ليك الاحقيه ان انت تطلع اللعيب؟ بس طبعا بقول لي النادي الاول مثلا عندي لعيب، انا مثلا عندي حارس مرمى اسمه طه احمد علي ده 2005 ما شاء الله الولد كويس. جه الكابتن عبوده جه عندي لجنه فنيه من حوالي شهر شاف الولد اتكلم الدكتور زمزم والكابتن يوسف عبد الغني الولد راح المقاولين اتمرن معاهم شهر خد معاهم بتاع 3 4 تمرينات. طيب يعني اذا دلوقتي لما بنلاقي اكاديميه مثلا باسم نادي المقاولين وبتشتغل ودايما محطه في اعتباراتها، يعني انا حتى ما بوقع الكباتن في الكلام واقول لهم تودي النادي الاهلي او تودي نادي الزمالك او تودي تسافر بره، فيرجعوا يقولوا لي برضو ان الاولويه لنادي المقاولين. هنا بقى عايز اقول لنادي المقاولين لما يكون عندك رجاله
شغاله كويس بره وشغاله في اكاديمياتها وبتراعي ربنا في شغلها، اكيد انت كنادي لازم تكون في ظهرهم قوي جدا. ازاي قوي جدا؟ اما بلاقي عنده موهبه اسرع واخدها، حتى عشان ارفع من القامات اللي موجوده جوه الاكاديميه قدام اولياء الامور واقول لهم ان انا فعلا عندي قامه كبيره زي الكابتن محمد عبد الحميد موجود رئيس قطاع. لما بيكون لي نظره في لعيب فهو صح، يبقى اذا لما انا بقول الاولويه نادي المقاولين يبقى المفروض نادي المقاولين يكون هو كمان ظهر قوي وسط ولاده. كابتن محمد عبد الحميد، عايز اسال حضرتك واقول ان نادي المقاولين في السنوات الاخيره ويمكن في السنتين الاخرى لجأ، معرفش هل هو اللي لجأ ولا المستثمر هو اللي لجأ، ان يبقى عنده فرقه او اتنين متباعين. هل ده ليه؟ ايه سببه؟ ان يبقى فيه مستثمر من بره ايا كان اسمه حاتم او اسمه محمد او اسمه ابراهيم. اولا لما بتيجي تدي فرقه لحد، انت كنادي المقاولين كبير، ايه الاجراءات اللي بتتم انها تديها لحد ومتابعتك ليها طول السنه؟ وليه خليت حد ياخد فرقه من نادي المقاولين؟ لا هو طبعا مش انا ايوه مش كشخص، انا فاهم المؤسسه كمجلس اداره هو اللي المنوط بالكلام ده، ومع الراجل المسؤول في قطاع الناشئين او رئيس قطاع الناشئين الموجود. هي كانت السنه اللي فاتت فرقه 2000 ساقطه من ضمن الفرق، يعني مش هتشتغل دوري بيها السنه دي، ما فيهاش دوري، ما فيهاش كده، ما فيهاش يعني كده. فرقه المقاولين في الفرق القويه اللي في الانديه اللي جيبها ليها اظبط عليها شويه، بيتحط عليها فعلا النظره ان ناشئين المقاولين ناشئين المقاولين، ودي مش من دلوقتي يعني، يمكن دلوقتي كمان قلت بالزبط. لا بالعكس، ده احنا كنا الاول ال 11 لعيب او ال 12 لعيب او ال 15 لعيب بيلعبوا في فرقه، بعد ما بيوصلوا 20 سنه بيبقى منهم على الاقل انت ترشح منهم 10 لعيبه يلعبوا دوري ممتاز. فلو ما خدهمش الراجل بتاع الدوري وخد منهم 3 4 5 الباقي كلهم بيروحوا يلعبوا في انديه برضه دوري ممتاز. دلوقتي انت بتحارب عشان تطلع من فرقه لعيب عشان يلعب في الدرجه الاولى. بتحارب رغم ان احنا عندنا قطاع عريض قطاع كبير، لكن انت بتحارب لان المواهب قلت، فبالتالي بقى اللعيب مصنوع كويس، بقيت بتدرب وبتعمل على اساس حاجات معينه، لان اللعيب بقى فيه 90% لعيبه مصنوع بيعتمد على القوه والسرعه وكان الله في السر عليه. لكن الموهبه اللي هي المهاره اللي انت بتحب وتقول ياه وياه ما بقتش موجوده نادرا. وحتى شوف في الدوري الممتاز مش هتقول غير مثلا تشوف لعيب كان في بيراميدز البرازيلي، ده اللي كان في بيراميدز تقول عليه اللعيب ساس ده ولا اسمه ايه اللي في الزمالك، يعني حاجه كلاس كده تحب تتفرج عليه. انما مش هتلاقي في مصر بقى اللعيبه اللي احنا اللي انت بتقول عليها زمان يا على كل لعبه، ده بالعكس النهارده انت ما بتعرفش. انا واحد من نادي المقاولين، انا ما بعرفش لعيبه نادي المقاولين دلوقتي وانا بقى لي 40 سنه في نادي المقاولين، اللعيبه ما اعرفهمش. خطيره جدا الموضوع ده، كلمه انما فعلا. انما الاول كنت بعرف ال 12 فرقه في الدوري الممتاز، بتعرف النهارده مين اللي هيمثل الفرقه دي وهيلعب ضدك. ده فعلا صح. تخيل بقى لما يكون بقى حد بالقامه الكبيره دي ومن جوه المطبخ يقول لك انا ما بقتش عارف الاسامي. طب انا بقى كمشجع راجل عادي، تبقى مشكله كبيره قوي لما نكون احنا رياضيين بنتكلم عن الرياضه ومش عارفين مين اللي بيمثل منتخب مصر مثلا يعني على سبيل المثال. كابتن احمد، تحب طبعا عشان وقتنا بيجري بسرعه للاسف الشديد، ايه الكلمه الاخيره اللي انت ممكن توجهها لاولياء الامور دي، لانك انت اول حد بتخاطب اولياء الامور والاكاديميه، وايه الفكر اللي انت الجديد بتاعك للاكاديميه؟ والله انا بس انا معايا مجموعه حلوه جدا من اللعيبه، بس بقول الناس يهدوا علينا شويه عشان الولد بيتاثر بكلام والده اكتر من كلامنا احنا. صح. يعني الولد، انا في بعض الناس يعني مش عايز اذكر اسمائهم، يبقى هو بره الملعب وينادي لابنه بيسيب المدرب يبص لباباه، ضاع من تركيزه. انا حتى بقول له انت كده خرجته من تركيزه، خرج تفكيره خالص. صح. فبقول للناس يهدوا علينا شويه، احنا شغالين والله. كابتن محمد طبعا شغالين، احنا بنعمل اجتماعات دوريه لكل المدربين اللي عندنا، بالدكتور حازم، بكل الناس بنعمل اجتماعات ماشي وشغالين. احنا لسه بادئين لنا حوالي 3 شهور 4 شهور في السلام. كابتن محمد سمح لنا بعد طبعا بعد موافقه النادي ان احنا نلعب دوري منطقه القاهره. يعني انا متخيل اكاديميه عمرها 3 شهور، الشهر الجاي هلاعب الاهلي، هلاعب انبي، هلاعب الداخليه، هلاعب الشمس، هلاعب الشرطه. جدا دي تفرج يا عم. احنا شغالين احنا شغالين بحيث الولد لو جه النادي طلبه يبقى الولد رايح لعب دور ممتاز، لعب كل حاجه. فانا بقول للناس يهدوا علينا شويه واصبروا علينا واحكموا علينا بعد شويه. كويس. كابتن محمد حميد، طبعا النهارده كان يوم تاريخي بالنسبه لنا وقناه مصر البلد بحضورك.
عايزين كلمه. طبعا انت عندك قطاعات كبير بتشتغل فيها واشتغلت فيها بالفعل، ولكن مخاطبتنا دايما بيكون لاولياء الامور بتكون للعيبه الصغيره. كلمه اخيره من حضرتك للجميع. هو طبعا فعلا زي ما بيتقال، هو ولي الامر عاوز ابنه يبقى كويس، ونفسه ابنه يبقى النهارده فعلا محمد صلاح زي ما انت قلت في البدايه انه في يوم وليله يبقى كده. فانا بقف معاهم وبتكلم معاهم اقول له ما تستعجلش، اصبر وادينا فرصه وامانه انا هرد عليك اقول لك ده هيكمل او مش هيكمل. مش هيكمل. ليه؟ لانه انت عايزه يلعب، هقول لك خلاص خليه يلعب واحنا نلعب دوري يلعب معانا وكل حاجه، لكن هيكمل دي لازم نديله فرصه، لان النهارده انت ما تضمنش ولد عنده 8 او 9 سنين تلاقيه لعيب كويس قوي، لما يبقى عنده 15 سنه هيبقى في وسط زمايله ايه؟ تمام. لان الظروف بتتساوى في الوقت ده. تمام. انا طبعا بشكركم شكرا جزيلا كابتن محمد حميد حضورك النهارده معايا، كابتن احمد العطيه طبعا بشكرك، ولكن كلمه اخيره بس دقيقه من فضلكم، ان احنا على اعتاب عمالين ندور على مدير فني وطني للمنتخب المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه كلمتين في المؤتمر لما قال مش عايزين اجنبي، هو قالها بطريقه معينه ما يفهمهاش غير اللي قلبه تعب من كتر الاجانب اللي بيجوا ومن كتر السبوبات اللي بتشتغل على منتخب مصر. عايزين بقى راجل، يعني عايزين ايه راجل؟ بدل ما احنا اتقلبنا في يوم وليله من منتخب الساجدين لمنتخب عيب ان انا اقولها، للاسف الشديد ما بقاش في عندنا منتخب دلوقتي عندنا قائد يقف بره زي ما حسن شحاته عمل موقف معين مع حسام ميدو في الملعب وقال له اشمعنى انا وكده، ده كان موقف رجولي ادى بينا لفوز بالبطوله. النهارده بنفتقد فعلا اللي موجود، مش معنى كده ان بقول ان عايزين حسن شحاته، لا ده خبره كبيره وشيخ المدربين، ولكن خلاص وقت دلوقتي محتاجين راجل يقف بره. حسام حسن لما راح لعب الاهلي في دبي عمل نتيجه، عمل مباراه رائعه، ولكن خطأ ساذج من حارس المرمى حصل، وده قضاء وقدر، وده ده بيحصل، هي دي الكوره. ولكن محتاجين ده، محتاجين الراجل يكون موجود في منتخب مصر ويقف بره يكهرب اللعيبه ويشتغل على اللعيبه، بدل ما اللعيبه دلوقتي معسكرات موجوده ونلاقي صافي نار طالعه رحله للمنتخب مش عارف مين طالع. الدنيا بقت هيصه في منتخب مصر، محتاجين راجل، محتاجين معسكرات قويه للرجاله، يبقى عندنا منتخب اسمه منتخب الرجاله. بعد اذنك بس كلمه واحده بس، عايزين بس نعلن على الاكاديميه اللي احنا يبقى فيه تصويرات طبعا فيديوهات عن ان شاء الله باذن الله. طبعا اكاديميه نادي المقاولين السلام فرع السلام هيبقى ليه كل شهر تغطيه مباشره، يعني كل حلقه ليهم تصوير عندنا ان شاء الله باذن الله. انا بشكر طبعا حضراتكم شكرا جزيلا على الاطاله، واسفين لو كنا طولنا عليكم، ولكن ثقل ضيوف معانا النهارده كان ليهم طبعا طابع القوه والاثاره والمتعه. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر كل مشاهدينا الكرام، فريق الاعداد بما فيهم الاسطوره الكبيره جدا جدا استاذ احمد امين، ومخرجنا يوسف جو، وكل الشباب الجديده في القناه المحترمه اللي زادت من قناه مصر البلد بريقا. اشكركم شكرا جزيلا، وكل خميس ان شاء الله استنونا في مفاجاه صعود النجوم في الاسابيع القادمه ان شاء الله باذن الله مع حاجه جديده في البرنامج صعود النجوم. بشكركم شكرا جزيلا، حاتم عسكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.